نورت البيوت زي ما احنا ما بنقول، كل ده اختفى. انت مقبل على مرحله مخيفه، مرحله صعبه جدا. ظهر لنا اللي هو انت شفته، جيل الفيسبوك والسوشيال ميديا. احنا في ازمه، هما مش مدركين خطورتها. طيب ده كلام مهم يا استاذ محمود. احنا طبعا لو اتسع الوقت احنا هنرجع للحديث عن ابعاد محاولات الزجب الاهلي في صراعات وهو مركز في شغله النادي، بس خلينا نركز في الصوره الايجابيه. جزء كبير من حوارنا اللي جاي هيكون على المسارات اللي ماشي فيها بشكل ناجح جدا النادي الاهلي، اعضاء وجماهير ومجلس اداره وكل شيء، كل هذا الكيان الكبير، مع تاكيدنا طبعا على ان احنا عايزين دايما الصوره تبقى بالشكل اللائق بالنادي الاهلي واعضائه وجماهيره دون اي تجاوزات، وان احنا رافضين كمان اي تجاوز من اي نوع في حق النادي الاهلي او هذا البيت الكبير، اعضاء ومسؤولين وجماهير، ان احنا بنحافظ على الكيان ده وبندافع عنه دائما ابدا، وهو كمان حريص على احترام حقوق الاخرين، وان اي خلاف يبقى له صوره وله سمت وله شكل في مراعاه لكافه الاطراف وفي اطار حضاري وراقي ويراعي كافه الحقوق والواجبات على الجميع. خلينا نتكلم شويه عن الجمعيه العموميه النهارده. حضرتك شايف ازاي الصوره وحجم المناقشات اللي تمت وحجم ما طرح من افكار ومقترحات من الاعضاء ومجلس الاداره وتصوره مع اللجنه القائمه على مشروع لائحه النظام الاساسي حتى خرج للنور وخرجت هذه المطبوعه ليقراها اعضاء الجمعيه العموميه؟ شايف المشهد من بدايته ازاي يا استاذ محمد؟ اولا كان مفاجاه بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، الحراك المجتمعي اللي عمله مجلس اداره الاهلي لمناقشه اللائحه، لانه المعروف لدي واللي انا شفته على مدار السنوات كان دايما لما بيبقى في حاجه تخص اللائحه كان الاهلي بيستدعي الشؤون القانونيه والمسؤولين عن الشان الاداري داخل النادي وبيعملوا شكل، والشكل ده بيقدم بعد تنقيحهم للمكتب التنفيذي، والمكتب التنفيذي بيراجع وبيعدل، وبعد كده بيرفع الامر لمجلس الاداره، ومجلس الاداره يقر ويعتمد ثم يدعي الجمعيه العموميه. ده الشكل التقليدي في اعتماد اللوائح. راى مجلس الاداره توفير للجهد ان ياخذوا خطوات ربما تتناسب مع الوضع الحالي في زياره الافرع الثلاث لدعوة أعضاء النادي للمشاركة بدليل وجود أكثر من 4000 مقترح وتعديل أكثر من 53 مادة ونقاش كان جديد جدا. هل معنى ذلك أنه تعملت لائحة يا أخواننا هتبقى 100%؟ لا، مش هتبقى 100%، هيبقى لها أراء، وفكرة بس بعد بكرة لو في تعديل عليها يتم التعديل. لكن أنت وضعت الكيان الأساسي اللي أنت الطريق اللي هتبدأ تمشي عليه وتسير فيه وتنفذه. كان خطوه مهمه جدا ان كل فئات المجتمع تشارك معاك، وانت دعيت واللي دعا ولبى الدعوه كان شاف انه عنده حاجه عاوز يقولها، واللي ما دعاش ليه كل الاحترام والتقدير، بس ما تجيش ما تقولش ان انا ما دعيش، انت دعيت بصوره او باخرى. والمجلس راح عمل ندوه هنا وندوه هنا، ومقابل الندوات كان هناك ورش عمل كثيره جدا عبر كل وسائل التواصل. فدي خطوه وفرت جهد وقللت نسبه الاخطاء، وادت شكل مميز كمان من خلال بالاستعانه من بعض القامات القضائيه اللي من وجهه نظري ومن متابعتي يتصدرهم مع كامل احترامي المهم مستشار اسامه انديل. لما اتكلم على اسامه انديل بالذات، رجل يعني قانون فاهم جدا، لعب دور مهم جدا من خلال تواجد المستشار محمود فهمي، لكن اسامه انديل يمتلك روح الشباب وعنده حب للأهلي ربما يتفوق على الكثيرين فيه. وهذا الرجل تعرفه من يعني كلامه عن النادي ومن ارتباطه ومن يعني عظيم رجال القضاء اللي شاطرين جدا اللي يستحقوا ان يكونوا في مكانة مهمة جدا. ليه؟ برغم تقلده لكثير من الناس انه دائما يتوارى عن الأضواء، فقدر مع الموجود مع المستشار اسامه انديل، المستشار محمود فهمي، وكامل احترام لكل اعضاء باقي اعضاء اللجنه، لعبوا دور وشكلوا اللي احنا شفناه، يعني خرج مولود جديد للنادي الاهلي بيحبو نحو مستقبل افضل لاعضاء الاهلي. في حاجات اتعملت في صالح الاسره وده كان مهم جدا، للطفل، للارمل، للمطلق، يعني عاوز اقول لك ايه؟ هل حضرتك شايف ان بعض الجوانب او التعديلات الخاصه بالحقوق الاجتماعيه للاعضاء دي بصراحه فيها فارق؟ فيها فارق كبير جدا.
وتلاشت ظلم. وانا بقول لك اهو في اكتر من 20,000 عضويه ممكن تعود للنادي الاهلي بسبب الحاجات اللي قبل كده. مع اللائحه الجديده في حاجات ناس كتير هتعدل اوضاعها. ايه تاني لفت نظرك في اللائحه؟ لفت نظري برضو الاهتمام بجانب الاستثماري اللي هو القصور في القانون. ربما القانون لم يعطي ملامح واضحه، لكن الاهلي فسر في لائحته الحاجات اللي هي كان من 66% رجعت ل 51، وقال لك هم ليهم قانونيين ليهم وجهه نظر. ما انت خلاص انت ليك يعني عاوز اقول لك ليك اليد الفاعله في الامر، مش لازم تدي نفسك، لكن ما دام هتحقق انه سيطره النادي او الاهلي هو القوه الحاكمه في اي عقد، فده بيديك فرصه انك انت تختار اللي انت عايزه. شكل المجلس زي ما هو، مثلا رفض بند مثلا 8 سنين والاعضاء هم اللي رفضوه رغم انه الطرح كان من مجلس الاداره. يعني عاوز اقول لك ايه، لائحه قويه فيها ربما يكون فيها يعني من ياتي بعد ذلك ليعدل، من حق المجلس ربما تكون وجهات نظر ورؤى، ده امر طبيعي جدا. ما حاجه اي حاجه من وضع الانسان قابله للتعديل اكيد. من وضع طب البشر. هل خلال المناقشات نفسها يا استاذ محمود، يعني ما عرض في البدايه قبل الحوار الكبير اللي دار في افرع النادي الاهلي من خلال جلسات مع المسؤولين ومجلس اداره النادي واللجنه ايضا القائمه على مشروع لائحه النظام الاساسي او اللائحه التنفيذيه، والمقترحات اللي تم تعديلها او البنود اللي تم تعديلها بناء على مقترحات وانتقادات وجهت لها من متخصصين او من اعضاء الجمعيه العموميه بعد المناقشات، هل كمان حضرتك شايف ان ده عمل فارق كبير للاحسن في اللائحه دي؟ طبعا. ما انا بقول لحضرتك استاذ محمد انه ده وفر على اللجنه نفسها، اللجنه المركزيه، كثير من الجهد. انت فتحت واديت فرصه تسمع الناس، لانه فعلا كان في بعض المواد مجحفه خاصه في مساله يعني الخاص بعضو النادي. في امور كانت في بعض يعني تم وضع بعض اللوائح في اللائحه اللي قدمت اللائحة الاول اللي يعني اللي قدمت في الاول وبعد كده اللي تم تنقيحها وتعديلها. فاستماعك واقبال الاعضاء عليك وفر على النادي مزيد من الجهد والوقت. اصرارك على تنفيذ هذا الملف، وده كان احد الملفات اللي كانت مقدمه خلال العمليه الانتخابيه، انه سيتم طرح لائحه النادي بعد خلال السنه. ده امر كان مهم جدا وتحدي صعب جدا في ظل الظروف اللي بيتعرض لها الاهلي. فده كل ده عمل حاله من الحب والارتباط بين عشان العضو. يكون كلامي دقيق اكتر عن اللائحه اللي قدمت، اللائحه الاسترشاديه اللي قدمت من الوزاره من الحكومه، انت مش من اللجنه. انت حبيت تتجاوز هذه اللائحه وحبيت يبقى حاجه من صنيعك انت اللي عملته، وانت شفت يعني شفت يحقق للنادي والاعضاء والهدف اللي انت عايزه واللي انت جيت من اجله. فالمجلس انجز شيء مهم جدا، وانجز بمشوره الاعضاء، وانجز بمسانده الاعضاء، فكان ما حدث اليوم. طيب الفتره اللي جايه حضرتك شايف التاثيرات اللي هتحدثها هذه اللائحه مستقبلا في النادي الاهلي؟ ان شاء الله تخرج عمليه التصويت بشكل فيه يعني قبول و موافقه على هذه اللائحه، وعندنا الاعداد اعلن انها تجاوزت النصاب القانوني للجمعيه العموميه، ولسه احنا طبعا عمليه حصر الاعداد وفرز الاصوات. في حاله خلاص انهاء الامر بالموافقه على واعتماد هذه اللائحه رسميا في النادي الاهلي، حضرتك شايف انها تاثيراتها المستقبليه ايه في الفتره الجايه؟ لا انت كده يعني اولا بتعطي دعم تام لمجلس اداره النادي، وتؤكد ان هو بيسير على الطريق الصح، وان هو بيلقى مسانده من جمعيته العموميه، وجمعيته العموميه مش هم اللي حضروا فقط. ده بالعكس ممكن في ناس تانية ما تحتلهاش فرصة، ودايما احنا عارفين في موضوع الانتخابات بتبقى المسألة يعني محدودة، الا يمكن ما حدث في الانتخابات الماضية عندما وصل يعني اعضاء الاهلي اللي فاجئوا الجميع بحضور يعني اكتر من 35,000، يعني وصل ل 40,000 عضو. لكن النهاردة انت بتضع اللبنة الاولى في بناء الاهلي الجديد من خلال اعتماد اللائحة. ننتظر طبعا عمليه الفرز وبعد الحضور هيبقى يعني تتضح الصوره بشكل افضل، لكن شيء مهم جدا. هل حضرتك تتمنى تعميم التجربه على مستوى الانديه المصريه، الانديه الكبيره كلها انها تاخد خطوات مشابهه لما فعله النادي الاهلي، حجم الحوار وحجم دراسه اللائحه لخروجها بافضل شكل ممكن؟ بلاش
عشان مدام الاهلي بيضايقهم فبلاش نضرب بالاهلي. لا والله احنا بنتكلم بصرف النظر هو شر بقى ما يضحك. في ناس عامله احنا بنتمنى ان انت هقول لحضرتك حاجه، مش احنا احيانا بنشوف تجربه في الوسط الرياضي في اي دوله في العالم او الكروي متقدمه عنا في المجال ده، فبنقول ان احنا يا ريت مش عيب انك تتعلم منها، مش عيب يعني. دايما اللي متقدم او له سبق في اي مجال او في اي تجربه ممكن يكون في تجربه واحده نتمنى انها تعمم او الناس تستفيد بيها. والنادي الاهلي له تجارب ربما مع بعض الانديه الاوروبيه، استفاد من زيارات متبادله ولقاءات ودرس مسؤولين في فترات سابقه في مجالس الاداره بعض التجارب الخاصه بالاحتراف وروابط المحترفين وحقوق الانديه وبدا مناقشتها في مصر. مش عيب اننا نستفيد بالتجربه الكويسه. يعني سنظل نتعلم. الاهلي مدرسه الاداره. الاهلي مدرسه الاداره رقم واحد. هذا هو سر هذا الكيان العظيم، سر نجاحه. ومن ادارته على مدار تاريخه استمدت فرقه الرياضيه تفوقها. هناك فصل تام وهناك حاله من الالتزام رغم كثير من المواقف مرت على النادي ومحن، الا انه استطاع ان يخرج منها منتصرا قويا صامدا. فهو غير قابل للانكسار، غير قابل للانكسار، ربما يتعرض لهزه ولكن بسرعه يستطيع ان يفوق. الخطوه دي مهمه جدا بالنسبه للاهلي مش كمان لمجلس ادارته. طيب حضرتك سمعت الاصوات اللي قالت في الايام اللي فاتت، يعني سواء كانت متفقه او محبه للنادي الاهلي او لا، انه توقعت انه حجم المشكلات والصراعات المحيطه بالنادي الاهلي تتسبب في نوع من تشتيت الاذهان وتؤثر على تركيز المسؤولين في النادي في عملهم، فبتقول كده النادي الاهلي هيدخل في منعطف